متواجدين اليوم لحضور المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز. خلكم ويانا. اليوم نحن في هذا المحفل وهو كأس رئيس الدولة المصنف عالميا ذات 5 نجوم، تتواجد فيه أكثر من 48 دولة. ومن أهم الأحداث اللي تتخلل هذه البطولة هي منافسات كأس الأمم، أكثر من 8 دول، كل دولة يمثلها 4 فرسان يتنافسون على هذه البطولة التي تعتبر مهمة. وإسطبلات الشراع هي الداعم والداعم الرئيسي لهذه البطولة في بما يخص منتخب الإمارات. طبعا احنا في منتجع الفرسان نتشرف ان نستضيف كاس غاليه على قلوبنا، كاس بطوله سيدي صاحب السمو رئيس الدوله حفظه الله. وهي طبعا بعد ثاني بطوله بعد ثقل كبيره ايضا من اسطبلات الشراع اللي استضفناها قبل تقريبا شهر اللي فات. وايضا هناك بطوله مثل ما تحدثنا المؤتمر الصحفي، كاس الشيخ فاطمه ايضا بيكون موجود معنا، والاولمبيات. في هذه البطولات طبعا نفتخر كمنتجع الفرسان يكون راعي الرئيسي والمستضيف الرئيسي لهذه البطوله. طبعا منتجع الفرسان بامكانياته الموجوده يفخر باستضافه هذه الانواع من البطولات، وتكون اماره ابو ظبي محط انظار الجميع من خلال منتجع الفرسان. وندعو جميع المحبين هذه الرياضه بالتواجد والاستمتاع بفعاليات المرافقه لهذه البطوله ان شاء الله. نحن اليوم الحقيقه يعني سعدنا تواجدكم معنا للإعلان عن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وبطولة الأمم التي إن شاء الله ستقام ابتداء من يوم الأربعاء في منتجع الفرسان، واللي الحقيقة مشارك فيه أكثر عن 200 فارس من 28 دولة و8 فرق التي ستتنافس على بطولة كأس الأمم. والحمد لله كافة التجهيزات مميزة وجيدة بحكم الإمكانيات المتاحة أمامنا، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لفرسانا بتحقيق أرقام قياسية وجيدة بالنسبة لهم.